بما فيه من الإثارة، بما فيه من هذا اليوم. هنا نعلن أول الأشواط النقدية الخاصة باللقاية أبكار لأبناء القبائل في الدول، دول مجلس التعاون، أبناء القبائل في قطر وفي المملكة العربية السعودية وفي دولة الإمارات العربية المتحدة وفي الكويت وفي سلطنة عمان، في كل الدول الخليجية. المشاركة هنا، المشاركة على أرضية الشحانية بأول انطلاقة نقدية. أيها الأعزاء، أيها الأخوة مشاهدينا، أتمنى لي ولكم التوفيق وحسن المتابعة وكل ما يرضينا وإياكم مع هذا المهرجان. هذه الانطلاقة الأولى، وجوائز نقدية قيمة للمراكز العشرة الأولى. مسافات هذا اليوم هي 5 كيلومترات، وهذا هو المركز الأول. هذه زعفرانة أيها الأعزاء للسيد عبيد بن سلمان الدوسري، تحتل المركز الأول وتقود هذه المسيرة اللي تليها في المركز الثاني. عند أول كيلومتر مقطوع اللي هي بن صوغان للسيد حمد بن علي بن حنزاب المري، هناك تدخل قوي، تدخل قوي وخطير. علي تتدخل في المركز الثالث. أول كيلومتر في بداية الانطلاقة، أول كيلومتر والبوصلة ولا البورصة؟ البورصة اللي خذت أي مركز هذه؟ اللي خذت المركز الثاني في هذه اللحظة تعود ملكيتها لمن البورصة؟ على العموم، على العموم، على العموم تغيير. الذهيبة تقدمت وخذت المركز الثاني للسيد علي بن محمد بن حاذة الجتبي من الإمارات العربية المتحدة الشقيق، ضيف هو في المركز الثالث. البورصة في المركز الثالث للسيد خميس بن سلطان الوهيبي من سلطنة عمان الشقيقة. المركز الرابع اللي تتجه من الجانب الثاني وتتسلل أيها الأعزاء، اللي في المركز الرابع وخذت المركز الثالث، خذت المركز الثالث. الله 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 الله، للسيد عبد العزيز بن محسن العجمي واسمها براقة، بينما نقلة إلى المركز الخامس، دور الخامسة، واللي هي بن صوغان تعود ملكيتها للسيد محمد بن علي بن حنزاب المري. وفي المركز السادس، المركز السادس، المركز السادس، المركز السادس، السادسة ما عرفتوها حتى هذه اللحظة، السادسة بطاشة تعود ملكيتها للسيد ناصر بن محمد بن شابل المري. وهنا ايضا تدخل لراعه اللي في المركز السابع للسيد راشد بن حمد بن ضعيف بن غدير. والمركز السابع، والله الثامنه مو بالسابعه، الثامنه هذه. المركز الثامن 3 كيلومترات تتبقى ايها الاعزاء من مسافه هذا الشوط. وهذه الناويه، ناويه على ماذا الناويه؟ الناويه للسيد خليفه بن عبيد الحميري، ايضا من ضيوفنا ابناء الامارات. نقله الى المركز التاسع، وفي المركز التاسع، الله، التاسعه هذه بتعرف على التاسعه، انا بتعرف على التاسعه. والتاسعه اللي هي نشبه تعود ملكيتها لسيد محمد بن عبيد بن علي العامري من اهالي العين في الامارات العربيه المتحده. المركز العاشر، العاشرة والله ما ضعناها ترى، شوفوا لكم وحدة على المركز العاشر، امشي على اصفر، هذه ذعتوها ما ضعناها، هي العاشرة، اخر ما بنحاول نذيعها. هذه نتيجتنا ايها الحفل الكريم، ايها الاعزاء، مع يوم حافل باللقايا ابكار في هذا المهرجان، في هذا المهرجان الذي يقام على شرف سيف حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، رعاه الله ووقاه. الله 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 الله، هذه التنافس وهذه الإثارة، وها هو الشعار يتصدر القائمة، وعودة إلى مقدمة الشوط. خلونا نعود إلى خلود الخالدة في المقدمة، الخالدة في هذه اللحظة في المقدمة خلود، ولكن يبدو هناك تسلل. خلود هذه تعد ملكيتها
لمن خلود يا حمد يا القريصي؟ خلود للسيد محمد بن غريب الجتبي، محمد بن غريب الجتبي من مدينة دبي في الإمارات. هذه خلود أبناء الإمارات يتواجدون بقوة في هذا اليوم وفي الشوط الأول للأشواط النقدية. ها السلام، هذا هو بن غريب يقود المسيرة، وهناك أيضا في المركز الثاني، في المركز الثاني واللي تتنافس مع خلود. الله، تتسلل أيها الإخوة، تتسلل مشاهدينا الأعزاء، تتسلل روعة اللي أمامنا بهذا العرض الرائع والجميل لتقود المسيرة أيضا نيابة عن خلود للسيد راشد بن حمد بالضعيف، وفي أيضا من ضيوفنا أبناء دبي. وفي المركز الثالث، المركز الثالث، الثالثة هذه الدنيا، هذه الثالثة اللي تسللت. أنا أقترح على اللجنة وأعضائها ترقيم الشوط في التحضير، لأن ذلك يسهل الأمور بالنسبة للتعريف. هذه الثالثة، هذه زعفرانة مشاهدينا الأعزاء للسيد عبيد بن سلمان المنصوري، وتليها عبيد بن سلمان الدوسري، وتليها في المركز الرابع اللي قادمه شاهين بالصرف، هذا شعار بالصرف اللي الله. اليوم أهل دبي جن جنونهم على أرضية ميدان الشحنية كما هو أمس، كما أمس تماما. سلهودة في المركز الرابع، سيد سالم بن مطل بن حاضر الشتبي، وفي المركز الخامس، الخامس اللي ما ضعت، هذا ما ضعت الخامس، حتى هذه اللحظة، حتى هذه اللحظة يا سلوب. الله، يبدو أن النقدية، حتى النقدية هنا أبناء الإمارات هنا يتواجدون، وهذا هو ضيفنا اللي في المقدمة بن غريب، هذا اللي في المقدمة. روعة مشاهدينا الأعزاء، روعة للسيد راشد بن حمد بالضعيف بن غدير الشتبي في مقدمة هذا الشوط، والجائزة النقدية تتجه لبن غريب. الله 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 الله، يا سلام. ولكن هناك اللي تتسلل خلود أيها الأعزاء المتواجدة للسيد محمد بن غريب بن راشد الشتبي، ولكن أيضا الثالثة اللي انتقلت زعفرانة تعود ملكيتها للسيد عبيد بن سلمان الدوسري. يا سلام، الله 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 الله، شو اسمها هذه؟ شو اسمها؟ روعة، وفعلا روعة، فعلا عرض ممتاز، عرض روعة وأداء أروع من هذا العرض. الله 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 الله، يا سلام، وشعار رائع وأداء متميز وموفق لأبناء الإمارات العربية المتحدة. وها هو الشاب القادم من الإمارات مالكة، السيد راشد بن حمد بالضعيف بن غدير، يتجه بالناموس في الشوط الأول للأشواط النقدية للقاية. المركز الثاني خلود للسيد محمد بن غريب بن راشد الجتبي، المركز الثالث زعفران للسيد عبيد بن سلمان الدوسري، المركز الرابع سلهودة للسيد سالم بن مظهر بن حاضر الجتبي، الخامسة الذهبة للسيد علي بن محمد بن حاضر الجتبي، المركز السادس. ودائما يؤسفنا في اللقاية الدخول الجماعي واستحالة التعرف على العشر كاملة نظرا لسرعة هذا السن من الهجن، ودخول جماعي على الخط أيضا. أقترح على الزملاء ترقيم الأشواط، أتمنى لهم التوفيق، ولكن أقترح خصوصا في اللقاية ترقيم كل شوط في التحضير، أتمنى ذلك وأتمنى لهم التوفيق. هذه مشاهدينا الأعزاء روعة الرائعة بعرضها وأدائها وتوقيتها الرائع أيضا لمسافة الخمسة كيلومترات، هو 8 دقائق 6 ثواني وجزء واحد من الثانية. تهانينا لمالكها السيد راشد بن حمد بضعيف بن غدير. هذه نتيجتنا للفائزة بالمركز الأول من أبناء الإمارات العربية المتحدة من دبي. وفي المركز الثاني خلود فازت في المركز الثاني وقطعت المسافة في 8 دقائق 8 ثواني 15 جزء من الثانية. تهانينا للسيد لمن خلود يا شبابنا،
للسيد محمد بن غريب بن راشد الجتبي أيضا من أبناء دبي في الإمارات العربية المتحدة. ضيوفنا الكرام تواجد قوي. وفي المركز الثالث الثالثة 8 دقائق 10 ثواني 16 جزء من الثانية، وهناك شوط سينطلق.